نظم قسم الإعلام في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية وبالتعاون مع مجموعة قنوات كربلاء مهرجاناً لعرض الأفلام السينمائية القصيرة وبحضور عدد من المخرجين والمنتجين السينمائيين. أعزائي الطلبة، ضمن النشاطات المشتركة التي دأبت عليها كلية الآداب وبالتعاون مع مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، تعقد اليوم هذه الندوة تحت شعار إشراقة الفن في سماء الإنسانية، آفاق الصورة السينمائية بين الفن والفكر، لأنها عوضت كثيراً من النقص الذي تعاني منه السينما العراقية. وهذا التوجه نعتبره إضافة نوعية، ونأمل المزيد من العطاء والنجاح. روح للبيت. لا، لزمها حامل هدف. لا، كسرت ايده. بروحي عاد. وانا لازم اكمل اللعبه. انت مباراة تيو باس، هالفيش. اقول لك انت ما تقولي لي ليش تردين تكملين اللعبه؟ مو ابني، مو اني. ابني رجع عرف النتيجه يا اخويا. يا شو ابنك وين؟ بتشبه زين. من يجي خلي يشوف. هو اجى. اجى تابوت خويا. بقي حياتك عجيبة. الله ينتج الصبر والسلام. هاي كنت اروح للبيت. لا، ما اروح، ما اروح، لازم اكمل اللعبه. وشنو الفائده؟ ابني شو راح؟ لا، ابني ما راح. انا لازم اكمل اللعبه. اي اذا اجاني بيدي بالحلم غير اقول له النتيجه. ربناهم. شفت؟ ربناهم. ربناهم. والآن أستدعي السيد حيدر جلوخان ليتفضل، وأستدعي أيضا الناقد الدكتور علي حنون يتفضل لنبدأ الجلسة النقدية والتقييمية لهذه الأفلام. قبل أن نبدأ الجلسة نرحب مرة أخرى بالسيد حيدر جلوخان المشرف العام على مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، ونشكر لهم هذا التوجه الحميد في إنتاج هذه المجموعة من الأفلام
وكذلك إقامة مهرجان النهج السينمائي الذي يتواصل عطاءه سنة بعد أخرى. ممكن أترك الحديث بكلمة قصيرة من السيد حيدر إلى أساتذة وطلبة كلية الآداب في هذا اللقاء، فليتفضل. أولا أشكر العمادة والكلية على هذه الاجتماع وهذا اللقاء حضراتكم، وغالبية هذه الأفلام اللي شاهدتوها أو غيرها المنتجة من قبل مجموعة قنوات كربلاء هي حازف على جوائز عالمية، فأنا أعتقد أنه ما وصل إلى من إنتاج هذه الأفلام وصل إلى مستويات متقدمة تستحق من حضراتكم كباحثين كطلبة كمستمعين. لا حضرات أي استفسارات قادرين على الإجابة عليها. أكرر شكري لحضوركم ومشاهدتكم واستماعكم، وإن شاء الله سنتحاور معكم في أي ملاحظة تجدونها حول مشاهدتكم قبل. شكرا. اليوم كلية عمادة كلية الآداب بالتعاون مع مجموعة قنوات قناة كربلاء أقامت ندوة حقيقة سينمائية حول الصورة بين آفاق الفكر والصورة، بالتعاون حقيقة المباشر مع مجموعة قنوات كربلاء تم عرض فيلمين قصيرين. الفيلمين حقيقة كل فيلم عنده مغزى وقصة خاصة، تم تسليط الضوء أثناء الندوة السينمائية على الأبعاد الفنية الأبعاد الإخراجية للفيلم، إضافة إلى محور ومضمون الفيلم تم تناولها من قبل أساتذة قسم الإعلام وقسم الأنثروبولوجيا فضلاً عن أساتذة قسم التاريخ. حقيقة أضافت الحوارات للندوة الشيء الكثير من خلال تفاعل الجمهور سواء على مستوى الأساتذة أو طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية، أضافت الشيء الكثير من رؤى علمية أكاديمية. نطمح كعمادة كلية انفتاح على كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وحقيقة كان نشاط متميز بحضور الأخوة الأكاديميين إضافة للأخوة الفنانين والمخرجين. نطمح إلى المزيد كعمادة حقيقة، وكان النشاط متميز في كافة الأبعاد. دابت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية على إنتاج مجموعة أفلام سينمائية تشارك في مهرجان النهج الذي يقام من قبل مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجانات سينمائية دولية. معظم هذه الأفلام قد شاركت في هذه المسابقات وغالبيتها حصلت على نتائج. نحن دؤوبين على أنه ننتج أفضل الأفلام لكي تنقل صورة واقعية عن الموجود من السينما العراقية، ومشاركتها في كثير من المحافل التي تمت في هذا المجال. المهرجان الذي شاركت فيه قنوات كربلاء الفضائية بعدد من الأفلام القصيرة تم خلاله عرض فيلمين، الأول بعنوان البنفسجية والثاني بعنوان حلم افتراضي، والذي ميز الفيلمين المشاركين هو التباين الفكري والفني. Thank you.
الكلمة الآن للدكتور علي حنون فليتفضل. شكرا دكتور. فيلم البنفسجية اللي حاز على ما أعتقد أنه آخر جوائز على جائزة الأولى في مهرجان القدس الثاني أعتقد مهرجان القدس الثاني. فيلم اعتمد على عالم الفيلم، يعني الفيلم كله بعالم فيلم. كيف؟ الحكاية فانتازية، يعني الحكاية مو واقعية. الحكاية الفانتازية ما ممكن أن نعالجها معالجة واقعية، لازم نعالجها معالجة فانتازية. يعني طفل تعرض لحادث وهو ميت، في عالم الأموات، هذا العالم الأزرق. شو نلاحظ المخرج سوى؟ صبغ الأماكن كلها، عاد ترتيب المكان، عاد إنتاج المكان، صبغها باللون الأزرق. اللون الأزرق عندنا الدلالة الحياتية، هو لون البارد، لون الموت، لون الغياب. المخرج عنده أدوات يشتغل بيها، مثل الشاعر عنده البيان والبديع، عنده أدواته، عنده الديكور، عنده زوايا الكاميرا، عنده حركة الكاميرا. هذني اللي يبدأ بيهن، هذني فصاحة لسان المخرج، إن هذني الأدوات. المخرج باقر استطاع أن يوظف أهم شيء عند المكان. المكان بطل سري في هذا العمل، يعني لو أزلنا المكان من هذا الفيلم يصبح الفيلم قيمته الفنية أقل. ثانيا حركة الكاميرا، الإضاءة اللي يستخدمها، الكلرايز، اللون الأزرق أطفى إضافة إلى لون المكان. استخدم هناك عندنا بالإنتاج الحديث بالسينما أكو شيء اسمه كلرايز، أي إنه إحنا نلون الصورة. أنا عندي ملاحظة بالنسبة للدكتور حسين، قال على الفيلم الثاني حركز أكثر، إنه في الفيلم المكان يعني ما عرف المخرج أو كاتب السيناريو إنه يبين المكان. الحقيقة أنا بالعكس، المكان عرف شلون يوظفه، لأنه إحنا الحقيقة بالنسبة للشريحة الشعبية هي الشريحة الأكثر قدمت أكثر تضحيات بالنسبة للوطن. يعني بين سوق شعبي، امرأة شعبية و تستوى قاعدة في هذا، والجلوس قرب المقهى ايضا كان بمعنى رمزي، يعني استخدم الرمزيه بشكل ناجح جدا. الام جالسه بالقرب من المقهى حتى تتابع كره القدم اللي كان ابنها يهتم بها بشكل او باخر. جلوس الام هو الامه حقيقه، يعني بالنسبه لرمزيه الام هنا هي الامه، يعني عرف شلون يستخدم الرمزيه بشكل كبير جدا. حقيقه انا عجبني الفيلم. شيء اخر دكتور حسين، انت قلت بالنسبه للافلام القصيره يجب ان تختصر الفكر، هو يعني حضرتك قلت انه يجب ان نبين الملعب والجمهور وكذا، انا راح نوسع بشكل كبير. هو عرف شلون يوصل لنا الفكره من خلال الرمزيه مالته. صراحه الرمزيه بها اشكاليات كثيره غير متمعن بها، ياخذ رموز من حضارات اخرى، ومن ثم من المشاهد او المتلقي يكون من حضاره اخرى ما يفهم هذا الرمز. اكيد طبعا. وهذا اللي وقع فيه تفسير الدكتور، بس في هذه الازرق، اسمح لي، الازرق اللي هو لون الموت، لا لون التفاؤل، لون الحريه، لون سعه الافق. حتى قال روايات عن بلاد، كاتب سوري عن بلاد الشام انه سعه افق يعني الازرق. فلهذا شوف انه الامهات دائما بالطفوله يشترن دشاديش او ملابس زرقاء. في مدلولاتنا في انتاجاتنا نستخدم هاي الالوان البارده والالوان الداكنه للدلاله على فقدان الحياه، ليست من باب الانثروبولوجي. زين، ناخذها من باب انه بروده اللون واطوال الموجيه. ضمن النشاطات التي تتواصل في الجامعه المستنصريه يقام اليوم ندوه السينما بالتعاون بين كلية الآداب وقنوات كربلاء الفضائية. ستقدم عروضا سينمائية أنتجتها القناة
بتوجهات معروفة وتلتقي بأهداف إنسانية كبرى، ثم يعقب عرض هذه الأفلام تقديم ورقات نقدية تتناول تقييم هذه الأفلام من قبل باحثين معروفين لهم باع طويل في وخبرة سينمائية وتلفزيونية، وهذا ينعكس على طبيعة هذه الأعمال بما يستفيد منها المخرج والعاملين والفنيين، كذلك وجود الطلبة في هذا اللقاء للإفادة من طبيعة العمل السينمائي وكيفية إنجازه وتحليله باعتباره كخطاب ورسالة إعلامية يحمل أهدافا إنسانية ومضامين تربوية. تم تقديم أوراق نقدية لتقييم الأعمال المشاركة في المهرجان التي قدمتها لجنة متخصصة في هذا المجال، تكونت من مدير الجلسة الدكتور حسين الأنصاري والمخرج السينمائي الدكتور علي حنون التدريسيان في الجامعة المستنصرية والمشرف العام لقنوات كربلاء حيدر جلال خان. عادة ما يبدأ الفيلم بلقطة تأسيسية للمكان عاملة، ومن ثم ينتقل المخرج بعد ذلك بالكاميرا إلى لقطة تكون داخل شقة أو فقاعة صغيرة أو مقهى صغير. هذا بالنسبة لمخرج محترف يعالج فكرة خلال أي زمن قصير، يفترض أن تكون الحركية السينمائية متقدمة جدا لحد لا تقع مثل هذه الأنماط. هذا جانب. جانب آخر، تقنيات السينما لا تكون موفقة. قضية الإضاءة، يعني الانتقال من مكان إلى مكان عندما يختلف الموقع يفترض درجات الإضاءة أيضا تتغير، هذا أيضا كان مفقود. النقطة الأهم تقدير اللي هي ربما تعطي دلالة كاملة على جودة المادة الفنية، طبيعة الحوار، الممثل مازن لم يكن موفق، وهذه هي ربما هي مشكلة بالنسبة يعني التلفزيون السينما العراقي، يعني الممثل العراقي يشعر المشاهد بأنه يمثل. لا يمارس العمل بطريقة عفوية، وكأنما العمل يعني التقديم ماله كان بشكل قصدي وليس بشكل فوري. المهارة العفوية عندما تكون موجودة أعتقد رد الفعل وعملية الانضماج مع المادة تكون عالية جدا من قبل المشاهد. احنا ليش مو دائما نوظف قضية العراق أو نوصل صورة انتصاراتنا من خلال أفلام اللي نشارك بها بمهرجانات دولية؟ أعتقد ذكرتم من خلال حديثكم أنه الفيلمية مشاركة في مهرجانات وحازت على جوائز. اوكي، انه بده تجري سلسله المباريات بين ريال مدريد وبرشلونه، انتقاد جدا صحيح انه يكون فرق عراقيه. التساؤل ليش ما ربطنا انه تستمر المباريات يكون تركيز على ابطال قواتنا الامنيه والحشد الشعبي، انه تستمر المعارك في لقطه سريعه مع استمرار المباراه. لما يجي جول نطلع بيان تحرير في المنطقه مثلا الموصل، الرملي، غيرها، انه هذا هدف وصل اليه، وصلت الى القوات الامنيه والحشد الشعبي. الفوز النهائي ضربناهم، نطلع بيان الانتصار. اذا هو انتج الفيلم يقولون العام، فاكيد يعني ما كان البيان النهائي مال نصر، فربما نقول الموصل او فبيان من البيانات القادمه عن القوات المسلحه لاعلان تحرير منطقه. فبالتالي لما نشارك بمهرجان دولي نسوق الصوره الايجابيه لقواتنا الامنيه والحشد الشعبي والصوره الانسانيه البطوليه اللي قاموا بها، وبالتالي هم نعرض قضيتنا بالمحافل الدوليه. ضمن هذا النشاط الفيلمي شاركت اليوم بتقديم مداخلة نقدية وليس ورقة نقدية عن فيلم بنفسجية للمخرج بكر الرباعي. الهدف من هذه المشاركة هو أن نعود الطلاب على كيفية تذوق الخطاب الفيلمي. نحن هنا ليس عرضا أكاديميا أو عرضا تجريبيا لكي نتحدث بأسلوب أكاديمي، هنا نتحدث بأسلوب مبسط للطلاب عن كيفية تذوق المادة الفيلمية، كيف نقرأها، كيف نقرأ شكلها، كيف نقرأ مضمونها. مبادرة رائعة لكلية الآداب، ونتمنى أن تتكرر هذه المبادرات في أنشطة أخرى كيما يكون الطالب على مساس مباشر مع المشهد الإعلامي. المهرجان جاء ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي دأبت على تنظيمها الجامعة المستنصرية، والذي جاء لتطوير الذائقة السينمائية لدى طلبة قسم الإعلام والتدريسين المشاركين، وتقديم صورة واضحة عن الرسالة والمضامين التي تحملها السينما العراقية.